شكرا جزيلا لك سارة، وأجدد لحضراتكم التحية مشاهدينا الكرام، ونبدأ معكم أولى فقراتنا الحوارية في حلقة الليلة من برنامج من القاهرة. على الرغم من أن معظم المواقف التي يطلقها المسؤولون الإسرائيليون تؤكد أن العملية البرية التي بدأت مؤخرا على لبنان محدودة ولا تهدف إلى احتلال الجنوب اللبناني، إنما إلى تدمير أهداف عسكرية قرب الحدود، إلا أن هناك مسؤولون إسرائيليون كثر يؤكدون أن تل أبيب تريد إنشاء منطقة أمنية لا يدخلها إلا الجيش اللبناني أو قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. يطرح بدء العمليات البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان بعد إقرار جيش الاحتلال بمقتل 9 من جنوده تساؤلات بشأن تكلفة هذه العمليات، وما إذا كانت إسرائيل ستعود لأسلوب عمليات الاستهداف الدقيقة عبر الضربات الجوية دون التدخل بريا. كانت الحكومة الإسرائيلية المصغرة قد وافقت رسميا على عملية برية محدودة في لبنان قبل أيام بحجة تفكيك منشآت حزب الله العسكرية في القرى الحدودية وإبعاد الحزب عن الحدود ووقف تهديده للبلدات الإسرائيلية، لكن وبحسب الخبراء فإن الهدف المعلن من العملية البرية هو إعادة السكان إلى الشمال، لكن إسرائيل وضعت هدفا ضمنيا آخرا غير معلن وهو القضاء على حزب الله بشكل نهائي. في البداية أعلنت إسرائيل عن عملية برية محدودة، لكن بعد مقتل بعض جنودها وسع الجيش العملية بشكل كبير لحماية الدخول البري بحسب المعلن هناك. في المقابل أكد محللون آخرون أن على إسرائيل أن تعيد التفكير في التدخل البري طالما هناك صواريخ حزب الله، وهو ما قد يضعها في مأزق حيث ستكون المقاومة هناك شديدة، كما تكمن قوة الحزب في الدفاع من على الأرض خاصة مع روح الانتقام التي تملكت مقاتلي لمقتل زعيم الحزب حسن نصر الله في ضربة إسرائيلية جمعت معه عددا كبيرا من قادة حزبه الكبار. وهناك من يرى أنه من المرجح أن تشبع حرب إسرائيل الأخيرة على لبنان حملتها ضد حركة حماس في غزة، أي استخدام الجيش الإسرائيلي الغارات الجوية لتدمير أكبر قدر ممكن من قوة حزب الله القتالية مثلما فعلت مع حماس حسب زعمها، بينما سيكون توغل بريا محدودا واحتلالا ممتدا لمنطقة عازلة في الجنوب اللبناني مع التهديد بالتواجد طويل الأمد كأداة مساومة في المفاوضات. ورغم أن إسرائيل قتلت معظم كبار قادة حزب الله ودمرت جزءا كبيرا من مخزونه من الصواريخ، فإنه وبحسب الخبراء العسكريين فالمقاومة اللبنانية لا تزال تمتلك ترسانة كبيرة وعشرات الألاف من المقاتلين المدربين، وتواصل إطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل وترفض التفكير في وقف إطلاق النار حتى تنهي إسرائيل حربها في غزة. للمزيد من المتابعة لهذا الموضوع أرحب بضيفي الكريم الذي ينضم إلينا على الهواء مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت، سيادة العميد أكرم سرياوي الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك سيادة العميد. سيادة العميد حضرتك تسمعني؟ طيب، إلى أن نتمكن من التواصل بشكل أفضل مع سيادة العميد أكرم الذي يبدو أنه جاهز الآن. أهلا بك سيادة العميد. تحياتي لك ولجميع المشاهدين. طبعا يسعدنا إطلالة حضرتك معنا في هذا الملف في محاولة لفهم جوانب من حقيقة ما يجري على الأرض. الآن كما أشرنا في التقدمة للتقرير الذي تابعناه قبل انضمام حضرتك لنا، الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن أهداف كثيرة فيما يتعلق بتوغله في لبنان أو في حربه على لبنان الجارية الآن، ما بين بداية نتحدث عن ضرب أهداف محددة وبنى تحتية خاصة بحزب الله في الجنوب، ثم يعود مرة أخرى ويتحدث عن منطقة عازلة جنوب نهر الليطاني. كيف تقيم ما يعلنه الاحتلال من أهداف من اعتدائه على هذا النحو على لبنان وضربه في العمق اللبناني مدنيين أبرياء؟ يعني الهدف الواضح لدى العدو الإسرائيلي هو المعلن أيضا لم يعد خفيا، هو يقول بأنه يريد تغيير الشرق الأوسط، هو يريد القضاء نهائيا على حزب الله وتجريده من سلاحه. يعني تطورت الأهداف عن تلك التي كان يعلن عنها منذ شهرين، يومها كان يقول أنه يريد إعادة المستوطنين إلى الشمال ويريد فصل جبهة لبنان عن غزة، أما الآن هو يتحدث عن مشروع آخر، يتحدث عن اجتياح بري للبنان. هو يقول أن هذا الاجتياح يعني سيكون محدودا، لكن يعني في الحقيقة نحن نعلم أنه لا يمكن الوثوق إطلاقا بالنوايا الإسرائيلية،
الاجتياح المحدود إذا لاقى نجاحا سيتمدد إلى مسافات بعيدة داخل لبنان، لكن حتى الآن الإسرائيلي فشل في تحقيق أي خرق على جبهة الجنوب، وبات واضحا أنه يتكبد خسائر. لكن إذا أذنت لي قبل الوصول للتحليلات السياسية المرتبطة بالتطورات الميدانية، معذرة، فيما يتعلق بالجانب السياسي، بنيامين نتنياهو المتابع لحديثه وكلماته على امتداد العام الماضي منذ أن بدأت الحرب على قطاع غزة تحدث أيضا هكذا، إطلاق سراح المحتجزين، القضاء على حماس، ثم بعد ذلك أيضا تحدث عن فكرة اليوم التالي للحرب وتقسيم القطاع، ثم بعد ذلك سارت الأمور على النحو الذي تبعناه على امتداد العام وصولا للحرب على لبنان. ما أريد أن أشير إليه أنه الهدف المعلن يتغير بين لحظة وأخرى على لسان بنيامين نتنياهو، إلى أن وصل حديثه الآن عن تحقيق النصر المطلق. بنيامين نتنياهو يتحدث عن نصر مطلق، يعني أترك المجال لحضرتك للتعقيب حول ماهية هذا النصر الذي يتحدث عنه نتنياهو. نعم، نتنياهو يعني يريد إرضاء الغرور لدى قسم كبير من المستوطنين بأن إسرائيل قوية وقادرة على تحقيق كل شيء، قادرة على سحق المقاومة، وهو يعني خاصة بعد أن نجح في اغتيال قيادات في حزب الله والأمين العام لحزب الله السيد نصر الله، وشعر بالنشوة، وطبعا هذا أرضى عدد كبير من المستوطنين المتشوقين إلى يعني توجيه ضربة للمقاومة كان في غزة أو في لبنان. لكن هذا الحديث يصطدم بواقع على الأرض. الآن الجيش الإسرائيلي تحدث منذ 5 أيام أن المعركة البرية بدأت، أنه بدأ اجتياحا للبنان وبدأ الجيش الإسرائيلي بالدخول إلى الأراضي اللبنانية، لكن نحن في اليوم الخامس نرى أن لا يوجد أي خرق، يعني حتى الآن لا يوجد أي جندي إسرائيلي على الأراضي اللبنانية. كان هناك عدة محاولات تسلل تصدت لها المقاومة بشكل يعني عنيف جدا، أو أوقعت فيها خسائر كثيرة وكبيرة وتراجعت، يعني أجبرتها على التراجع. بالتالي ما يريده نتنياهو يختلف كليا عن قدرات الجيش الإسرائيلي، يعني لذلك يحول انتقامه كل يوم من المدنيين، هو يحاول أن يطبق سيناريو غزة. ونحن نرى أنه منذ أن بدأت الهجوم أو أعلن عن تغيير الوضع والهجوم البري، قامت إسرائيل وتقوم كل يوم بشن غارات عنيفة بأسلحة فتاكة على ضاحية بيروت الجنوبية، تقوم كل يوم بهدم مجموعة من المباني، وكذلك على قرى الجنوب وقرى البقاع تقصف المدنيين، حتى أنها وصلت إلى نفس السيناريو الذي كانت تستعمله في غزة، وهو قصف المستشفيات. في لبنان اليوم هناك تقريبا 10 مستشفيات خرجت عن الخدمة أو توقفت، وهناك يعني ما يقارب 20 مستشفى تعمل فقط بشكل جزئي، يعني لم تعمل بكامل طاقتها. طيب. أما أن حضرتك ذكرت غزة، على ذكر أنه لبنان يتحول إلى غزة جديدة، الرئيس الفرنسي في تصريح واضح وصريح لا يحتمل اللبس أو التأويل أوضح أنه لن يسمح أن يتحول لبنان إلى غزة جديدة. أيضا أشار إلى إمكانية منع وصول أسلحة جديدة إلى بنيامين نتنياهو أو إلى الاحتلال لاستخدامها في غزة. هنا رد بنيامين نتنياهو ربما منذ أقل من ساعة أو ساعتين واصفا هذا الموقف ومخاطبا الرئيس الفرنسي بأنه هذا عار عليك، وأنه إسرائيل على حد زعم بنيامين نتنياهو ستنتصر بغض النظر دعمها بنيامين نتنياهو إيمانويل ماكرون أو لم يدعمها. سؤالي لحضرتك، كيف ترى هذا الموقف الفرنسي؟ هل يعتبر تغيرا في حقيقة الموقف الداعم للاحتلال الإسرائيلي أم كيف ترى؟ ثانيا، إمكانية فعلا أن يحول إيمانويل ماكرون دون ارتكاب مجازر جديدة بحق الشعب اللبناني؟ يعني لا شك أن فرنسا تتعاطف دائما مع لبنان، هناك علاقات مميزة بين لبنان وفرنسا، لكن المشكلة الأساسية أن فرنسا لا تملك تأثيرا كبيرا على إسرائيل، وليس بقدرتها أن تمنع
أي عمل عدواني إسرائيلي، من يستطيع أن يفعل ذلك هي الولايات المتحدة الأمريكية. ولكنها دعم قوي لبنيامين نتنياهو في حربه على غزة. نعم صحيح، لكن أنا أعتقد يعني في الموقف بالنسبة للبنان موقف فرنسا مختلف نسبيا، لكن كما ذكرت يعني هو غير فاعل. القرار هذه الحرب يعني البعض أيضا يعتقد أن قرار هذه الحرب هو في يد نتنياهو وحده، وأنا أؤكد لك أن قرار هذه الحرب هو في واشنطن. لو أرادت الولايات المتحدة الأمريكية وقف هذه الحرب لفعلت ذلك منذ زمن، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مشروع كبير في الشرق الأوسط ينفذ بأدوات إسرائيلية. إسرائيل هي مجرد أداة لتنفيذ هذه المشاريع. هناك مشروع صراع كبير في مواجهة روسيا وفي مواجهة الصين. الولايات المتحدة الأمريكية تريد ترتيب الشرق الأوسط وفق مخطط جديد أعلن عنه الرئيس بايدن في قمة العشرين عندما تحدث عن طريق السلام، ما سمي بطريق السلام الهندي أو طريق الحرير الهندي. طيب هنا استاذنك طريق الحرير الصيني. استاذنك واعتذر منك للمقاطعه فقط لكي امسك بهذه النقطه الغايه في الاهميه التي لطالما يعني حاولت اثارتها في اكثر من حلقه نقاشيه. نحن نواجه الان الولايات المتحده الامريكيه والغرب وليس اسرائيل. اسرائيل مجرد عنوان لتحركات من قوى مهيمنه أو قوى استعمارية قديمة كانت موجودة في المنطقة تسعى لتحقيق أهداف بعينها في هذه الأثناء، الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية المؤثرة، لأن هذه المسألة جد خطيرة وجد مهمة سيادة العميد. نعم أوافق معك 100%، يعني هذا التحليل صحيح. في الأصل البريطانيون عندما كانوا يحتلون البلاد العربية شعروا بأن يعني المزاج العام يتغير وأن هناك حركات مقاومة وأنهم سيواجهون مقاومة ويضطرون يوما ما إلى الخروج من هذه المنطقة. فكان الخطة الشيطانية بأن زرعوا يعني إسرائيل في هذه المنطقة وجاءوا باليهود. يعني أنا أعتقد أن اليهود أيضا مضللين، يعني تم التضليل بهم، قالوا لهم بأنه سيعطونهم منزل وكيلومتر مربع من الأرض وأنهم سيعيشون في النعيم وأن هذه الأرض بدون سكان، وبالتالي جاءوا باليهود ليزجوا بهم في آتون نار في معركة لها بداية وليس لها نهاية. بالتالي هذه المعركة لن تنتهي طالما بقي هذا الاحتلال الإسرائيلي. اليهود أيضا يعني هم أدوات. الحقيقة أن بريطانيا هي الأساس كانت، ثم الآن الولايات المتحدة الأمريكية تستعمل إسرائيل بهذا الشكل لتنفيذ مخططاتها وإبقاء سيطرتها على منطقة الشرق الأوسط. هذه المنطقة حيوية جدا، استراتيجية جدا في الاقتصاد العالمي. هل تعتقد أن اليهود تعلموا الدرس الآن سيادة العميد؟ هل اليهود تعلموا أن الغرب يسوقهم إلى المحرقة من جديد؟ يعني هناك قسم من اليهود في العالم طبعا يدرك ذلك، وهناك قسم كبير غادر فلسطين. هناك يعني الآن هناك استطلاعات للرأي تقول أن يعني أكثر من 30% من اليهود يريدون مغادرة إسرائيل، قسم منهم بشكل مؤقت وقسم بشكل نهائي. البعض نعم بدأ يفهم الفكرة الحقيقية وبدأ يفهم أن هذا الصراع يعني سيستمر ويتمدى إلى ما لا نهاية، وبالتالي هم جاءوا بأبنائهم إلى المحرقة. وهذه يعني حرب لا تنتهي بهذا الشكل طالما هناك نوايا إسرائيلية عدوانية توسعية. المشكلة الأساسية أن إسرائيل يعني لم تقبل أي مبادرة سلام. العرب أطلقوا مبادرات سلام عديدة وطرحوا على الإسرائيليين مبادرات سلام، لكن لماذا الرفض؟ لماذا تمسك إسرائيل برفض المبادرات السلام؟ التمسك الرئيسي الحقيقة لأنه في حالة السلام يعني المنطقة قد تنتعش وقد تضعف مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، لأن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ترتكز على عنصرين. العنصر الأول إبقاء المنطقة في حالة توتر وخلافات ونزاعات داخلية، وهذا يسمح لها بالهيمنة على هذه الدول ويغلق الطريق أمام التمدد الصيني. معذرة لأنه تقريبا الوقت انتهى، لكن أعيد حضرتك في عجالة لنقطة البداية. تحدثت على أنه فرنسا يعني ستجتهد ألا يعني يكتوي لبنان بهذا المخطط الجهنمي، لكن هل يمكن التعويل أيضا على إيران أن تكون بشكل أو بآخر داعمة للبنان في مواجهة يعني هذا البطش الإسرائيلي؟
الحقيقه ايران اعلنت بانها لا تريد الدخول في حرب شامله، يعني وهذا يعني انه حتى لو حصلت الحرب في لبنان رغم التصريحات بانها قد تدخل الحرب، لكن واضح ان توجهات الرئيس الايراني هي عكس ذلك، هو لا يريد الحرب الشامله مع الولايات المتحده الامريكيه. لكن الان اصبحت بعد التوتر الاخير الذي حصل والتهديدات الاسرائيليه بتوجيه ضربه قاسيه الى ايران ودعوه ترامب الى توجيه ضربه للبرنامج النووي والمنشات النوويه الايرانيه، هذا يضع المنطقه كلها على حافه الهاويه، وبالتالي قد نشهد امرا يعني غير مسبوق في منطقه الشرق الاوسط. لا اعلم حقيقه مدى نوايا الولايات المتحده. لا يمكن لاحد ان يتوقع ما تحمله الايام المقبله من تطورات. عموما اشكرك شكرا جزيلا على كل ما قدمته من اراء سياده العميد في هذه الاطلاله معنا. سياده العميد اكرم سريوي الخبير العسكري والاستراتيجي متحدثا الينا مباشره من العاصمه اللبنانيه بيروت. إذا مشاهدينا الكرام نبقى معكم في هذه الحلقة بعد لحظات قليلة، نبدأ معكم أيضا الفقرة الحوارية الثانية، سنجتهد من خلالها أن نلتفت إلى واحد من الأبعاد التي لقلما تحدث عنها البعض، وهو البعد الاقتصادي للتصعيد والحروب. بعد قليل سنشرف بدكتور محمد الجوهري أستاذ التمويل والاستثمار، سنطرح معه الكثير من النقاط المرتبطة بتكلفة وفاتورة الحرب، من يدفعها ولأي مدى تتأثر الشعوب في المنطقة بهذا التصعيد.